بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا. اللهم يا رب العالمين، ردنا بما أقمتنا فيه، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه، وقنعنا بما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك فيما أقمتنا فيه، بما أقمتنا فيه مما أقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلمائنا والمسلمين وذريتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج الكرب عنا وعن المكروبين، واخد الدين عنا وعن المدينين، وخفف المرض عنا وعن المألومين، من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، الطف بنا لطفا يليق بكرمك وفضلك وجودك وعطفك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة فقه الحج من حاشية الشيخ الإمام البيجوري إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. ونحن اليوم في الفصل الأخير في باب الحج، نسأل الله أن يصل لنا حج بيته الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. وهذا الفصل هو لبيان أنواع الدماء الواجبة في الحج. الدماء في الحج كسجود السهو في الصلاة، الدماء في الحج يشبه في الصلاة سجود السهو، يعني لما يبقى في نوع من الخلل اما بترك نسك او فعل محظور تقوم تجبره بايه؟ تجبره بدم. وما يعني ايه يحل محله في انواع الدماء اذا كان فيها تأخير او ما فيهاش حسب الانواع، لكن ده يشبه في الصلاة سجود السهو. يبقى الدماء في الحج حتى تستطيع ان تدرك حج كامل مع فعل خلل فيه، كأن ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يجبرك ويجعل حجك كاملا مع وجود خلل فيه، يقوم يخليه يجبره بايه؟ بالدم. ده ادي كل الحكاية، لان الحج صعب، فلو حصل خلل وما فيهوش جبران ما تعرفش تعوضه، قد لا يتيسر لك ان تأتي مرة اخرى لبعض المسافات وللتكاليف العالية والحاجات دي كلها، وللجهد فيه، لانه عبادة فيها جهد بدني وجهد مالي وجهد نفسي. جهد مالي معروف في النفقة، وبدني عشان السفر والتنقلات والترحال وتغيير العادة، وانك تبات في اماكن مش متصور انك تبات فيها، تنام في الصحراء كده وتنام في حتت والناس مش متعودة على كده، وبعدين جهد نفسي عشان الغربة، الغربة والاحتكاك بالأجناس المختلفة مع الزحام الشديد. فالحج فيه ما ليس فيه من العبادات، بل فيه كل ما هو مجموع في العبادات، فيه عبادة مالية وبدنية ونفسية. وعلشان كده لصعوبة هذا النسك ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يجبره لك، لأنه بيحصل فيه خلل. فنشوف هنا فصل في أنواع الدماء الواجبة في الإحرام بترك واجب أو فعل حرام. يبقى الدماء بتجب امتى؟ بسبب ترك واجب، يعني ترك نسك مأمور به، او فعل محرم يعني محظور من المحظورات. والدماء الواجبة في الاحرام خمسة اشياء، احدها الدم الواجب بترك نسك، اي ترك مأمور به، كترك الاحرام من الميقات، يشبه بالضبط سجود السهو الناتج من ترك التشهد الاوسط. يبقى انت تركت هنا نسك اللي هو التشهد الاوسط في الصلاة، تقوم تعمل ايه؟ تسجد له للسهو ويقوم يجبر الصلاة. اي ترك مأمور به كترك الاحرام من الميقات، وهو اي هذا الدم على الترتيب، يبقى يسموه دم ترتيب وتقدير. ترتيب يعني ايه؟ يعني ما يروحش للخصلة الاخرى الا لما اعجز عن الخصلة الاولى، يبقى لازم اراعي في الترتيب كويس، غير التخير. التخير يعني اخد اي خصلة، واضح؟ لكن الترتيب معناه لا انتقل الى
الخصلة الأخرى اللي هي البدل إلا لما أعجز عن فعل المأمور به أولا، يسموها عشان كده ترتيب. والتقدير إنه البدل مقدر، مقدر من قبل الشارع، عشان كده تقدير. ليه؟ لأنه قدره الشارع لما قال لك مثلا اذبح فإن لم تجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كان، يبقى قدرها. يبقى قال لي لو عجزت عن الدم أعمل إيه؟ 3 أيام في الحج و7 أيام 10 أيام صيام مفصولين منفصلين، يبقى ده اسمه التقدير. بخلاف ايه؟ التاني، الدم التاني اللي هو فعل محظور من محظورات الاحرام في التخيير. قال ايه؟ فمن كان منكم مريضا او به اذى من مريضا، يعني اضطر ايه يلبس لبس عشان بردان مثلا، مش مستحمل يحرم فلبس، او به اذى من رأسه فاضطر يحلق، ففدية من صيام او صدق او شوف التخيير او، يبقى يسموه ايه؟ دم تخيير، دم تخيير وتقدير. مقدر لك، مقدر لك كل بدل، مش كده برضو؟ يبقى فدية من صيام او صدقة او نسك. انما التاني قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يبقى رتب، يبقى واحدة خير والتانية رتب. فهمت بقى القصة؟ سهل الحكاية. في بقى ايه؟ دم تعديل، زي في الصيد وايه وقطع شجر الحرم، واخد بقى، او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. اما قال لك عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره، يبقى تعديل. سهل الحكاية. فهنا هنشوف بقى ايه على الترتيب. فيجب اولا بترك المأمور به شاه، يبقى احنا بنتكلم لما يترك نسك عندنا دم مرتب مقدر، كويس. الترتيب نبتدي بايه؟ بشاء تجزي في الاضحية، يعني شاء الشروط اللي فيها نفس شروط الاضحية، واضح؟ بس الفرق ان الاضحية بتبحها في اي مكان، ودي بتبحها لازم في الحرم، واضح؟ تجزي في الاضحية. فان لم يجدها اصلا او وجدها بزيادة على ثمن مثلها، يبقى عندي هنا التقدير، البدل المقدر، فصيام 10 أيام 3 في الحج تسن قبل يوم عرفة، فيصوم 6 ذي الحجة و7 و8، ويبقى معناه يسن ليه؟ انه يبقى محرم، يبقى يسن برضه لانه محرم، علشان يبقى قال له في الحج، يعني في اثناء التلبس بالحج، وانت لا تسمى متلبسا بالحج الا اذا كنت محرما بالحج. يبقى لو هتترك دم التمتع او القران لعدم العجز، لعدم القدره على شرائه، او لانه موجود لكن ثمنه غالي قوي مبالغين فيه بقى فوق ثمن المثل، يبقى اعمل ايه؟ يبقى انا احرم بدري شويه، ما احرمش بقى من يوم الترويه، احرم بدري شويه علشان الحق اصوم 3 أيام وانا محرم، احرم يوم 6 عشان اصوم يوم 6 و7 و8 وادخل على 9 عرفه يسن للحج الا يصومها فافطر خلاص، ويبقى خلصت الثلاثه اللي في الحج، ويبقى كده ما وقعتش في صيام ايام التشريق، اضطريت ان انا اصوم ايام التشريق، في نهي عن صيام ايام التشريق، خدت بالك ازاي؟ يبقى تسن قبل يوم عرفه فيصوم 6 ذي الحجه و7 و8 وصيام الباقيين بقيه العشره بقى 7 اذا رجع الى اهله. طبعا ده بشرط ان لا يكون حاضر المسجد الحرام، لكن من حاضر المسجد ما عملوش حاجه، واضح؟ ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، يبقى ربنا استثنى حاضر المسجد الحرام من القضيه دي، واضح؟ وكذلك المقيم في مكه حتى ولو لم يكن حاضر، زي واحد بيعمل هناك، يعني شغلته في مكه متعاقد قاعد، وان كان هي مش بلده، بقى حاضر المسجد الحرام، بقى نفسه حكم الحاضر، واضح؟ وصيام 7 اذا رجع الى اهله، قوله او بين تحللي الى اخره، هكذا بخط شيخنا المؤلف، ولعله او بين تحليلي الى اخره، يستقيم الوزن. تأمل انت، ده الظاهر ايه؟ دي زيادة كده عندنا في الهامش. طيب 7 اذا رجع الى اهله ووطنه،
ولا يجوز صومها في اثناء الطريق، لان ايه؟ وسبعه اذا رجعتم، ما ينفعش بقى صومها وانا مسافر، لازم اما ارجع بلدي. فلا ولا يجوز صومها في اثناء الطريق، فان اراد الاقامه بمكه صامها كما في المحرر. افرض ان هو جاي اصلا وبعدين ايه تمتع وهيقعد في مكه شهرين ثلاثه ويرجع، يصومها بقى في مكه ما يجراش حاجه، كويس؟ فان اراد الاقامه بمكه صامها كما في المحرر، ولو لم يصم الثلاثه في الحج ورجع. طب افرض ما صامش بقى الثلاث ايام في الحج ورجع بلده، وبعدين قال انا ما كانش معايا فلوس وكنت قارن او متمتع، وراح سال الشيخ، يعمل ايه في الشيخ؟ واضح؟ حاجه عندنا، يا اما يبعت حد يذبح له هناك، يا اما هيصوم ايه ثلاثه في ثلاثه وسبعه ويفصل بينهما بقدر ايه زمن رجوعه الى بلده. سهله الحكايه؟ ولو لم يصم الثلاثه في الحج ورجع لزمه صوم العشر، وفرق بين الثلاثه والسبعه باربعه ايام ومده امكان السير. يفرق بينه باربعه ايام علشان يوم عرفه، القصد يوم النحر، وثلاث ايام التشريق، يبقى ليه الاربع ايام. ويزود عليهم كمان مده ايه امكان السير الى الوطن، واذا كان بقى على ما يوصل لبلده بيحتاج كمان ثلاث ايام ولا يومين، يبقى يستنى ثلاث ايام زائد الاربعه يبقى سبعة ايام يفصل بينهما كده. لكن بيوصل في يوم واحد يبقى يوم واحد، في نص يوم، وهكذا. ومدة إمكان السير إلى الوطن. وما ذكره المصنف من كون الدم المذكور دم ترتيب موافق لما في الروضة وأصلها وشرح المهذب، وده المعتمد على فكرة، لكن في المنهاج قال غير كده، ولكن الذي في المنهاج تبعا للمحرر أنه دم ترتيب وتعديل. تعديل يعني إيه؟ مش تقدير بقى. فيجب أولا شاء، فإن عجز عنها اشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل يوم مد. ده تعريف يوم ايه صيام التعديل، اللي هو ايه الدم التعديل. والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه، اللي هو فعل محظور. الدم الثاني بقى يجب هنا بفعل محظور، وده احنا قايلين ان فيه تخيير وتقدير، او ففدية من صيام او صدقة او نصف. فالاو دي معناها التخيير، خدت بالك؟ والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه كالطيب والدهن، والحلق اما لجميع الراس او لثلاث شعرات. يبقى لو حلق ثلاث شعرات، طب شعرتين مدين، شعره واحده مد واحد، ثلاث شعرات يبقى شاء ومزاد حتى راسه كلها. سهله؟ وهو اي هذا الدم على التخيير، فيجب اما شاء تجزئ في الاضحيه او صوم ثلاثه ايام. ما قالش 10 هنا، ثلاثة وسبعة لا. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طب وعرفنا الصيام أنه ثلاثة زي من السنة، للجماعة اللي يقول لك مش عايزين ناخد السنة، عايزين نمشي بالقرآن، ما يعرفش. مش هيعرف يصوم قد إيه. أو نسك، طب والنسك عارفينه اللي هو الدم. طب والصدقة قد إيه؟ نجيبها من السنة. ست مساكين كل مسكين نصف صاع. واخد بالك إزاي؟ كل مسكين نصف صاع. يبقى السنه ضروريه في ايه؟ تنفيذ اوامر القران، فاللي بينكر السنه كانه بالظبط يعجزك عن تنفيذ اوامر القران. يبقى او صوم ثلاثه ايام او التصدق بثلاثه اصع على سته مساكين او فقراء، لكل منهم نصف صاع من طعام يجزئ في الفطره. واحنا قايلين ان الصاع حوالي 2 كيلو ونص. 2 كيلو ونص الصاع. بالتحديد. وفي الفتوى بنقول للناس 3 كيلو عشان يجيب كيلو ونص لكل مسكين وخلاص، سهل. بقى ما اقول له هات كيلو وربع يجيب كيلو ونص، فاهم؟ يبقى كل مسكين كيلو ونص، تروح تجيب كيلو ونص تمر ست شنط، كل شنطه نص كيلو ونص تمر، وتوزع الشنط دي على ايه؟ على ست مساكين من مساكين الحرم. سهله؟ سهله خالص. ده الحكايه سهله مش معجزه يعني. محلات التمر مليانه هناك وتجيبها وتخلص. هتقول لي اصل التمور هناك ده في انواع، الكيلو ب 200 ريال وكيلو ب 500 ريال وكيلو ب 6 ريال وكيلو. هات الحاجه اللي انت بتحب تاكل منها.
لا تغلي قوي ولا تجيب الدقل اللي هو الانواع الرديئة، واخد بالك؟ هات حاجة كده معقول كويس اللي انت تحب تاكل منه. يبقى او التصدق بثلاثة اصع على ستة مساكين او فقراء لكل منهم نصف صاع من طعام يجزئ في الفطرة. الطعام اللي بيجزئ في الفطرة قريناه احنا قبل في باب الصيام اللي هو المدخر، مش كده برضو؟ ان يكون قوت ومدخر. والثالث، النوع الثالث، الدم الواجب بالإحصار، فيتحلل المحرم بنية التحلل بأن يقصد الخروج من نسكه بالإحصار ويهدي أو يذبح، أي يذبح شاه حيث أحصر ويحلق رأسه بعد الذبح. ونقف على الرابع ده يبقى في الجلسة القادمة إن شاء الله، وننهي الحج في الجلسة القادمة. كفاية علينا النهاردة ناخد ثلاث أنواع الدماء دي بالتفصيل. فصل في بيان أنواع الدماء الواجبة وأحكامها من كونها على الترتيب والتقدير وغير ذلك مما سيأتي، لأنه ذكر الأنواع وأحكامها المذكورة، وإنما ذكر هذا الفصل بعدما تقدم لأن وجوب الدم إما بفعل محرم من المحرمات فكان لازم يسبقها بمحرمات الإحرام عشان السابقة في الفصل الماضي، وإما بترك واجب فلازم يسبقها بذكر واجبات الحج، عشان كده وأخروا على الفصلين دول، فصل المحظورات وفصل واجبات الحج. وإما بترك واجب من الواجبات السابقة في الباب قبله. والمتبادر من كلامهم أن المراد بالدم الحيوان وما يقوم مقامه من طعام وصيام، وعلى هذا فلا حاجة لزيادة بعضهم في الترجمة، وما يقوم مقامه، مقامه يعني مقام الحيوان يعني أو الدم، وما يقوم مقامه. اصل الخطيب الشربيني قال ايه؟ الدم الواجب في الحج وما يقوم مقامه، زود كلمة وايه؟ وما يقوم مقامه. هنا ما زودش الكلمة دي، واخد بالك ازاي؟ فهو عايز يعلق ليه هو ما زوداش. فلا حاجة لزيادة بعضهم في الترجمة، لان المراد بالدم الحيوان وما يقوم مقامه بديهية، فبيقولك مش محتاج ان انا انوه عليها. لكن على اي حال في بعض العلماء زي الخطيب الشربيني والبرماوي وغيرهم في بعض شروحهم كان يحب يعنون الفصل ده يقول لك الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامه، يحب يحط كلمة وما يقوم. هنا الشيخ ما حطهاش، قال لك لانها معروفة ضمنا ان كل دم ان لم يستطعه الانسان فهناك بدائل، واخد بالك ازاي؟ اما بدائل على سبيل الترتيب او بدائل على سبيل التقويم او بدائل على سبيل التعديل، سهلة. وإن أريد به خصوص الحيوان احتيج إلى تلك الزيادة، وعلى هذا جرى الشيخ الخطيب اللي هو خطيب الشربين وتبعه المحشي فزاد ذلك اللي هو البرماوي قوله الواجبة في الإحرام، أي في حال الإحرام، لأن في دماء تسن مش واجبة، هو بيتكلم هنا في الدماء الواجبة، لكن في دماء تسن زي مثلا من لم يجمع بين الليل والإيه والنهار في الوقوف في عرفة يسن له دم، مش كده برضو؟ وقوله بترك واجب او فعل حرام، اي بسبب ترك واجب او فعل حرام، فسبب وجوب الدماء احد هذين الامرين. والدماء الواجبة في الاحرام، اي في حال الاحرام كما علمت. وقوله خمسة اشياء، اي بطريق الاختصار وبطريق البسط تسعة انواع. تعد معايا كده: واحد دم التمتع، اثنين دم القران، ثلاثة دم الفوات، اربعة دم ترك مأمور به، خمسة دم الحلق والقلب، ستة دم الإحصار، سبعة دم قتل الصيد، تمانية دم الجماع، تسعة دم الاستمتاع. وكلها معلومة من كلامه، خلافا لقول الخطيب بأنه أخل بدم القران، فالأربعة الأولى داخلة في الأول في كلامه، وهو الدم الواجب بترك نسك، لأن دم التمتع إنما وجب بترك الإحرام بالحج من ميقات بلده، فإن المتمتع يحرم بالحج من مكة ما أحرمش من ميقات بلده، يبقى ترك نسك ولا ما تركش؟ ترك، عشان كده المتمتع عليه دم. ولو أفرد لأحرم بالحج من ميقات بلده. ودم القران إنما وجب أيضا بترك الإحرام بالعمرة من ميقاتها، لأنه أحرم بالحج من ميقات بلده وأدخل عليها العمرة، والعمرة ما فصلهاش بميقات مخصوص، يبقى برضه كأنه ترك ميقات العمرة. إنما وجب بترك الإحرام بالعمرة من ميقاتها لو أفرد، فإن القارن يحرم بالحج والعمرة معا من ميقات واحد،
لي رأي انه القارن انه هو مش علشان ترك الاحرام من الميقات، لا، علشان سقط عنه سعي، ده مع سعي العمرة مع سعي الحج، فبرضه يبقى ايه ده العلة الحقيقية، لكن ما ذكرهاش هنا. كلهم يقول لك كده بيقلدوا بعض، كله يقلد بعضه، لكن لو قعد فكر لا، ان هو ما احرم من الميقات، ما هو القارن ده احرم من الميقات مش كده برضه، فازاي ترك الاحرام من الميقات؟ ده هو في العمرة بس سقط عنه سعي عمرة، لانه ادخل سعي العمرة في سعي الحج. فهمتني ازاي؟ يعني هو القارن وفر سعي، ادي حكاية القارن كله، فعلشان وفر سعي واستراح يبقى ترك نسك، يبقى عليه دم. معلش كده ننوه هذا وتخليها هذا التفسير من عندنا عشان ابقى انا مسؤول عنه، واخد بالك ازاي؟ بس تقول كده قال الفقير لله، واخد بالك، والجاهل في علمه اللي هو ايه امام وخطيب مسجد الاشراف اللي هو ايه الفقير الى الله. لكن على اي حال يعني إيه هو ده، لما تقعد تفكر تلاقي ان هو مش علشان ترك الاحرام من الميقات، لا، لان انت عارف القارن يطوف طواف قدوم، القارن يطوف طواف قدوم ويسعى سعي حج وعمره، ويبقى عليه طواف واحد طواف افاضه بعد الوقوف بعرفه بس، وبعد كده يرمي. انما المتمتع بيطوف طواف عمره ويسعى ويجي تاني بعد طواف الافاضه يسعى تاني للحج، يبقى سعى سعيين. لكن القارن سعى سعي واحد، اما عمله بعد القدوم واما عمله بعد، وهذا السعي ايه خد فيه ثواب سعي حج وسعي عمره في آنين واحد، يبقى هو هنا ترك احد السعيين مش ترك بقى الاحرام من الميقات. فهمت ازاي؟ فهمت التعليل؟ بس والله تعالى اعلم واعلم. لكن على اي حال القارن عليه دم والمتمتع عليه دم، ده خلاف، لكن العله التعليل بس هو ده اللي فيه التفسير فقط، لكن من حيث العمل واحد. ليه هو المتمتع مولانا لما بيعمل عمره بعد كده يتحلل مش بيجي من 8 يطلع على منى على طول يبقى فيه؟ بيحرم بقى من باب بيته في مكه، ما بيرجعش لايه؟ للميقات. عارف بقى لو رجع للميقات واحرم ما يبقاش عليه دم. يبقى لا متمتع صورة مش حكما، لانه افرض راجل جاي من المدينة المنورة مثلا وراح احرم بالعمرة في اشهر الحج، فراح عمل العمرة وفضل قاعد في مكة، جاء يوم 8 عايز يحرم، راح لبس لبس الاحرام وخد عربية تاكسي لحد ابيار علي، كويس، اللي هو ميقات اهل المدينة، ورجع تاني على على منى، يبقى لا دم عليه. خلاص. واضح؟ يبقى مالوش دم، لأنه أحرم هنا من بالعمرة من ميقاتها، وأحرم الحج من ميقاتها، سهلة. أنا لكن هو أصلاً لو خد تاكسي وكده هيدفع أكتر من ثمن شاء. وهيبذل مجهود. اللي راح مكة على طول. ها؟ اللي راح مكة من مصر على مكة على طول، يحرم منين؟ يحرم من الرابغ، من الجحفة. وهو راكب الطيارة الراجل بتاع الطيارة المضيف بيقول لك ان هنا ده ميقات. وفي الشيخ عطية صقر كان يقول لهم اللي جاي بالجو يحرم من جدة لما ينزل على الارض، لان مفيش ميقات في الهواء. ده الميقات مكاني تبقى على الارض. واللي بالطيارة ده رأي الشيخ عطية صقر، ويرجحه الدكتور علي جمعة بيحب الرأي ده كمان. لكن اول ما قاله الشيخ عطية صقر كان يقول للناس اللي جايين بالطيارات ما يحرموش الا من جد. انما اللي يروح على مكه، انما اللي راكب باخره، باخره يبقى ده على يعني على الارض. فلما يجي عند رابغ يحرم. حتى في الباخره في صفاره اسمها صفاره احرام، يروح مصفر كده يعني الناس تنوي كلها الاحرام. انا قصدي المتمتع اللي يعمل عمره بعدين يتحلل، يوم 8 يطلع على منى، وهو بقى محرم بيحرم بقى. انا قصدي بيحرم من باب بيته، ما بيسعاش تاني، ما هو بيسعى بقى بعد طواف الافاضه. بعد طواف الافاضه ما هو بيطلع على منى علشان يقف عرفه، يبقى سعى مرتين. كله بيسعى مرتين، المفرد وهيعمل عمره هيسعى مرتين، والمتمتع هيسعى مرتين، القارن بيسعى مره واحده. سهله؟
عشان كده لما بلاقي انا ناس عواجيز وظهرهم وجعهم ورجلهم وجعانهم بقول لهم ايه، خليك قارن. يوفر السعي، السعي مجهود برضه جامد، واخد بالك؟ اما يبقى قارن سهل عليه، هيسعى على طول سعي واحد قبل اتنين، وهو في حالتين سواء متمتع او قارن هيدفع هدي. طب ممكن ده يسعى مرتين ازاي؟ لان بعد ما يعمل الحج هيروح يحرم من التنعيم يعمل عمره، مش كده برضه؟ اه بس، او بقى ما يعملش عمره خالص ويقول لك ما انا عامل عمره قبل كده، ما يجراش حاجه خلاص هو حر، بس خساره يبقى هناك يعني وضيع عليه عمره. طيب فإن القارن يحرم بالحج والعمرة معا من ميقات واحد، احنا عللناها دي وقلنا ايه خلاص، ودم الاستمتاع داخل في دم الترفه الرابع ظاهر، ودم الاستمتاع داخل في دم الترفه، يعني لو واحد ايه ودم الفوات وجب بترك الوقوف بعرف، احنا قايلين لو واحد احرم بالحج وبعدين ملحقش يدرك الوقوف بعرف، يعني حجزوه مثلا في الجوازات، حجزوه في اي حتة وبعدين لحد ما بقى خلاص عرف خلص وبعدين افرجوا عنه قالوا له روح بقى، فاتته عرف يعمل ايه ده، هيعمل عمرة وعليه دم فوات ويبقى ايه بعد كده يقضي، خدت بالك؟ او افرض انه هو راح من طريق تاني بعيد علشان يروح لعرفة فاتحبس في الطريق او تاه في الصحراء، وفين على ما عرفت كان طلع فجر يوم النحر ففاتوا الوقوف بعرف، يسموه دم الفوات، يبقى عليه دم ويحل بعمرة وخلاص لكن ما حجش، يسموه دم الفوات، واضح؟ وبيحصل بعض الناس يجيله مرض بالذات حجاج، يعني يروح وهو محرم وناوي يحج وكل حاجة فجأة دخل في غيبوبة، دخلوه المستشفى، كانت واحدة كانت معانا مرة جالها انسداد معوي ودخلت المستشفى قبل الوقوف بعرفة وعملوا لها عملية وفضلت في المستشفى عاملة عملية واستئصال جزء من الأمعاء، وبعدين فائت بين بعد الحج بأسبوعين، أو ده فات عليها الوقوف فدي عليها دم فوات، واخد بالك؟ وهكذا، يبقى ساعات الفوات أسبابه كتيرة يعني تحصل أسبابه. ودم الفوات وجب بترك الوقوف بعرفة، والرابع ظاهر، ودم الاستمتاع داخل في دم الترفه، احنا قايلين انه لو باشر امرأته يعني البشرة على البشرة حتى ولو لم يجامع عليه دم وفعل محظور ولا يفسد حجه الا بالجماع، واضح؟ فهمت؟ يسموه دم الاستمتاع، سهلة دي؟ طيب، داخل في دم الترف والباقي ظاهر، وابسط من هذا جعلها 20 أو 21 وهي باعتبار احكامها 4 اقسام، الاول دم ترتيب وتقدير، دم ترتيب وتقدير اللي هو بترك نسك، والثاني دم ترتيب وتعديل، دم ترتيب وتعديل ده تلاقيه في الصيد وتلاقيه في قطع الشجر وتلاقيه في الجماع المحرم في الحج الذي لا يفسد الحج، والثالث دم تخيير وتعديل ده بارتكاب محظور إلا الوطأ وقتل الصيد، والرابع دم تخيير وتقدير وقد نظمها ابن المقري بقوله، شوف بقى ابن المقري قايلها ايه، ابن المقري ده يبقى شيخ الامام ابن حجر العسقلاني من مشايخه يعني، ولو كتاب اسمه التوضيح بشرح صحيح البخاري، شرح الصحيح ابن المقري، والمقري ده على فكرة جوز امه لان ابوه مات وهو صغير، وبعدين اوصى وكان هو صغير قبل ما يموت اوصى صديقه وكان مقرئ للقرآن انه يربي ابنه ويحسن تربيته، فالرجل ده تزوج امه ورباه احسن تربية وطلعه من العلماء الكبار، فاشتهر بين الناس ابن المقري يعني ابن المقرئ، واضح؟ لكن اظن هو اسمه عمر. وقد نظمها ابن المقري بقوله، قالها ايه بقى ابن المقري؟ 4 دماء حج تحصر، اولها المرتب المقدر، تمتع فوت وحج قرنا، وترك رمي والمبيت بمنى، وتركه الميقات والمزدلفة، او لم يودع او كمشي اخلف نادرة. يبقى دي ايه؟
ادي النوع الاول المرتب المقدر. للمتمتع قال لك تمتع فوت يبقى اللي فاته، وحج قرن والقران، وترك رمي ترك الرمي، والمبيت بمنى وترك المبيت بمنى، وتركه الميقات والمزدلف، واخد بالك، او لم يودع يعني ما طفش طواف الوداع، او كمشي اخلفه نادره، يعني لو واحد نذر انه يحج ماشيا فلم يوفي وحج راكبا يبقى عليه دم، سهله ويبقى حجه صحيح. يصوم ان دما فقد، يبقى ان دما فقد يعني منعه ترتيبه، يصوم ان دما فقد لو فقد الدم يعني يصوم ثلاثة فيه وسبعة وسبعا في البلد، ثلاثة فيه وسبعا في البلد، ده أول نوع سهل. طيب والثاني ترتيب وتعديل ورد في محصر ووطئ حج إن فسد إن لم يجد قومه ثم اشترى به طعاما طعمة للفقراء ثم لعجز عدل ذاك صوما أعني به عن كل مد يوما، سهلة. والثالث التخيير والتعديل في صيد وأشجار بلا تكلف، إن شئت فاذبح أو فعدل مثلما عدلت في قيمة ما تقدم، خدت بالك؟ يبقى في الصيد والأشجار يبقى دم تخيير وتعديل، يعني أنا مخير بإن أنا أصوم أو أطعم، واخد بالك إزاي؟ يعني إيه أنا اصطدت غزالة مثلا، اصطدت حمار وحشي، الحمار الوحشي يبقى لازم ايه اذبح ايه مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم، فيقدر الحمار الوحشي يساوي ايه ولا بقر او يساوي مثلا جمل، ادي معناه ايه اللي هو المثل المثلية بقى، يبقى اذبح قدامه ده. طيب افرض وعلى التخيير او ان انا اشوف بداله جمل، طب والجمل ده لو قومت تمنه يجيب كم مد، واصوم عن كل مد يوم، خدت بالك؟ سهلا، ادي معنى التعديل. يبقى انا مثلا افرض ان انا هجيب، خلينا خروف سهلة علشان نحسبها سهلة عشان بدل ما اصدمكم، لان الجمل ممكن يصوم فيها 3 سنين، لان جمل مثلا هيدفع فيه 5000 ريال، 5000 ريال، والمد بحوالي 5 ريال، يبقى 5 على 5000 يطلع ايه 1000 يوم، يبقى يصوم 1000 يوم، 3 سنين يقعد يصوم 1000 يوم، ما لو اشترط فيها التتابع، ما اشترطش التتابع وما اشترطوش يبقوا في الحرم كمان، سهلة. ادي معنى ايه التعديل، يعني يعدلها، يطعم طعام فقراء يجيب بقيمة ال5000 ريال دي، يا يجيب بها جمل، يا يجيب بها طعام يطعمه للفقراء، يا اما يشوف تجيب كم مد ويصوم عن كل يوم مد، عن كل مد يوم. سهله الحكايه فهمتها؟ ده في الصيد وقطع الشجر، سهله الحكايه. طيب الشجره تقيم برضه، شجره صغيره، هيروح بقى لاهل الحرم يقول الشجره دي تساوي كام، اهل الحرم هناك عارفين الحاجات دي، واخد بالك؟ مذكور عندهم شجرة كبيرة تساوي جمل، شجرة نص نص تساوي مثلا بقر، تساوي 3 خرفان، تساوي على كذا. يبقى والثالث التخيير والتعديل في صيد واشجار بلا تكلف، ان شئت فاذبح او فعدل مثلما عدلت في قيمة ما تقدم، وخيرا وخيرا وقدرا في الرابع، يبقى تخيير وتقدير في الرابع، إن شئت فاذبح أو فجد بآصع للشخص نصف أو فصم 3 تكتث ما اكتثثته اكتفافا في الحلق والقلم ولبس دهن طيب وتقبيل ووطئ ثني أو بين تحللي ذوي إحرام، هذه دماء الحج بالتمام، والحمد لله وصلى ربنا على خيار خلقه نبي. كويس؟ بيقول لك في الحلق والقلم، طبعا الحلق يعني 3 شعرات فما زاد، والقلم 3 أظفر فما زاد، ضفر واحد مد، ضفرين مدين، 3 فما زاد يبقى يذبح، ولبس دهن طيب، والطيب التطيب ولبس يعني حط ريحة أو لبس، وتقبيل يعني بشرة
ووطئ ثنين. يعني وطئ بعد وطئ الفساد. ما هو الوطئ اللي بيصل دي الحج في جمل. طب وطئ تاني بعد وطئ الفساد يبقى في شيء. على التخيير. ده اسمه وطئ ثنين. وطئ ثنين يعني الوطئ الثاني بعد وطئ الفساد. يعني جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة فسد حج وعليه جمل ويستمر في فسده. طب وطأ تاني يبقى عليه دم تخير وتقدير. يا اما يطعم ثلاث ست مساكين او يصوم ثلاث ايام او يذبح شاة مع الجمل. فهمت ازاي؟ ادي معنى وطئ ثنين. يعني الوطئ الثاني بعد وطئ الفساد. او بين تحللي ذوي احرامي. او وطئ بين التحللين. يعني هو طاف طواف وقف عرفة خلص عرفة رمى رمية جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وحلق ودبح يبقى حل تحلل اصغر. يحل له كل شيء الا النساء حتى يطوف طواف الافاضة. افرض بقى جامع في الفترة دي قبل ما يطوف طواف الافاضة يبقى اسمه وطئ بين تحللين. يبقى يحرم فعل حرام لكن لم يفسد الحج وعليه دم على التخيير والتقدير. سهلة؟ ففجر من صيام او صدقة او نصف على التخيير بقى. مش جمل. لا هيبقى شاء بقى. يبقى ده بين التحللين. حرام برضو. بس ايه؟ هذه دماء الحج بالتمام والحمد لله وصلى ربنا على خيار خلقه نبينا. نقراها تاني بتاع ابن المكري سهلة. هو هيبتدي يشرحها لك على اي حال. بالنسبة للاشجار هل تشمل اي زرع ولا اشجار معينة؟ شجر الحرم. ما لا يجوز اصلا قطع شجر الحرم للحل والحرام والمحرم. يعني خد بالك انت شجر الحرم ده لو انت مش محرم خالص ماشي كده في الشارع تمام مش في موسم حج وقطعت الشجرة هتروح تسأل الشيخ اعمل ايه؟ هيقول لك كده. حتى لو مش في الحج. لان لا يقطع ايه شجرها ولا يختلى خلاها. النبي قال كده. لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها. ام سيدنا العباس قال يا رسول الله الا الازخر فانه لموتانا وايه ولسقوفنا سقوف بيتنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم استثنى له قال له الا الازخر. وهذا يدل على ان النبي له التصريف في التشريع. فاستثنى ما ايه النبي هذا. واضح؟ ياخدوا الشجر ده ينتفعوا بيه؟ ما يقطعوش. ممنوع. اللي طالع لوحده. اللي طالع لوحده. انما لو انا زارع خلاص. انا زارع وبراعيه اقطع زي ما انا عايز. بقى ملكي. احنا بنتكلم على اللي طالع لوحده. فهمتني ازاي؟ لو عايزين يستصلحوا الطريق عشان يوسعوه مثلا خدمة الناس. يدفعوا معاهم فلوس قد كده. يعمل الطريق ويدفع ويطعم. فلوسهم قد كده سهلة. بيعملوا على فكرة. بيعملوا كده لان عندهم اموال كتير سهل عليهم. واخد بالك ازاي؟ عندهم مش مشكله خالص. يعمل الطريق ويشد كم شجره ويضرب مش عارف ايه تطلع كم مليون يطلع كم مليون كده وهو بيهرش ولا يجرح. ربنا موسع عليهم. عندهم الاموال زي الرز موسع عليهم. لو لم يكن عندهم بترول عندهم اوقاف الحرم. قال لك ان اوقاف الحرم دي يعني ما انفق من في الحرمين مع هذا البذخ 10% من اوقاف الحرم. وان الحرم لم يدخل فيه ريال من فلوس البترول لحد دلوقتي. خد بالك. لانه في اوقاف للحرم في جميع انحاء العالم. الناس بتعمل اوقاف للحرم. فاوقاف الحرم لدرجة ان في وزارة الاوقاف دي يعني بتشتغل يعني رأس مالها يمكن قد بتوع البترول. واضح؟ فما تقلقش عليهم. يقطع ويدفع ما عندوش مشكلة دي. تقلق على نفسك انت. وهو نظم حسن ينبغي لكل طالب علم ان يحفظه. قوله احدها اي الخمسة اشياء. وقول الدم الواجب بترك النسك اي بسبب ترك عبادة. فالنسك معناه العبادة مطلقا لكن صار متعارفا في خصوص المأمور به في الاحرام كما اشار اليه الشارح بقول اي ترك مأمور به. قوله كترك الاحرام من الميقات اي وكترك المبيت بمزدلف ومنى وترك الرمي الى اخر افراده التسعة المتقدمة في كلام ابن المقري حيث قال تمتع فوت
وحج قرن وترك رمي والمبيت بمنى وتركه الميقات والمزدلفة أو لم يودع أو كمشي أخلفه نادرة. فالأول في كلام المصنف هو الأول في نظم ابن المكر، وشرط وجوب الدم على كل من المتمتع والقارن ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، طبعا ذلك لمن لم يكن له حاضر المسجد الحرام. وشرطه أيضا في المتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده، وأن يحج في عامه، وألا يعود إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة ليحرم منه بالحج. يعني أنا رحت في شوال من مصر عملت عمرة ورجعت مصر تاني، ورجعت تاني أحرمت بالحج في نفس العام، ما اسميش متمتع. واضح؟ اسمي مفرد. ليه؟ لأن أنا تركت ورجعت للميقات الأول وأحرمت منه للحج. لكن أنت بقى متمتع، عملت العمرة في شوال كويس وفضلت قاعد هناك في مكة لحد ما جاء 8 ذو الحجة، أحرمت من مكان إقامتي، يبقى اسمي متمتع. طب افرض احرمت من مكان اقامتي ورحت واخد تاكس وطلعت على رابغ، واضح؟ رابغ اللي هو ميقات اهل مصر، وبعدين رجعت تاني على منى، يبقى معليش دم لان احرمت من ميقات وما اسميش متمتع، يبقى اسمي مفرد. سهلة؟ يبقى عليه عمرة تاني بعدها؟ لا، ما هو عاملها بقى، ما عاملها كان قاعد، حب بقى يعمل تاني يروح التنعيم براحته. وأن يحج في عامه وألا يعود إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة ليحرم منه بالحج إن لم يكن أحرم به أو محرما إن كان أحرم به. كل الصور اللي احنا قلناها دي. قوله وهو أي هذا الدم، يعني الدم الواجب بترك نسك بأفراده السابقة. وقوله على الترتيب أي والتقدير، ومعنى الترتيب ألا ينتقل إلى خصلة إلا إذا عجز عن التي قبلها. ومعنى التقدير أن الشارع قدره بما لا يزيد ولا ينقص، قال لك 10 كاملة، يبقى ما ينفعش إيه نغير، يسموه إيه نص، علماء الأصول يسموه إيه نص، والنص اللي هو لا يقبل تأويل معنى آخر. قوله فيجب أولا إلى آخر تفريع على قوله وهو على الترتيب. وقوله شاء أي أو سبع بدنة، يعني يا شاء يا سبع جمل أو سبع بقرة، فتجزئ البدن أو البقرة عن سبعة دماء وإن اختلفت أسبابها. افرض مثلا واحد عمل عدة محظورات، ما أحرمش من الميقات وحلق شعر وترك المبيت، واخد بالك مثلا، وترك المبيت في منى وترك المبيت في مزدلف، قعد جمع كده الدماء لقى سبعة، يروح جايب بقرة، ينفع لان البقرة عن سبع اشياء. سهلة؟ طب افرض عليه دم واحد وجاب سبع بدنة، جاب بدنة كلها ودبحها، يبقى ما ياكلش من سبعها وياكل من الباقي، واضح؟ لان هو المفروض ما ياكلش من الدماء اللي بيعملها جبران، دماء الجبران دي مع ناس تانية دي تغرق، او ممكن يشترك مع الجزار، الجزار يبيع الباقي والسبع يعني يطلعوا للفقراء الحرم، فكل ده جايز. دلوقتي الناس بتدفع بونات وخلاص، روح يدفع بون وخلاص. بدنا يعني جمل، ناقة يعني 5 سنين، يكون عمره 5 سنين، سبع جمل عمره 5 سنين، اقل من 5 سنين ما ينفعش، لان في الاضحية كده الجمل يبقى 5 سنين والبقرة 2 سنين والخروف 1 سنة والمعزة 2 سنين عشان يبقى يجزئ. او سبع بدنة او سبع بقرة، فتجزئ البدنة او البقرة عن 7 دماء وان اختلفت اسبابها، فلو ذبحها عن دم واحد فالواجب سبعها، وله اكل الباقي او بيع الباقي او هبة الباقي، كل ده جائز بقى تصرف. ووقت وجوب الدم على المتمتع وقت احرامه بالحج، لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج، ولكن يجوز ذبحه إذا فرغ من العمرة، يجوز. معظم الحجاج بيعملوا كده دلوقتي، خلص العمرة ويروح يدفع البون
ويقعد يستنى يوم التروية يبقى ايه يطلع على على منى او على عرفة. سهلة؟ لانه يجوز يعمل كده. لكن الاولى لو عايز الاولى يذبح يوم النحر احسن. يوم النحر احسن. واضح؟ ويجوز ذبحه اذا فرغ من العمرة، ولكن الافضل ذبحه يوم النحر. قوله تجزئ في الاضحية اي بان تكون جزعة ضأن لها سنة، او اسقطت مقدم اسنانها بعد 6 اشهر، او ثنية ماعز. ثنية ماعز، ثنية ماعز يعني ايه؟ لها سنتان بشرط عدم العيب فيهما. وحيث اطلق الدم في المناسك فالمراد به ما يجزئ في الاضحية الا في جزاء الصيد المثلي فلا يشترك فيه ذلك، بل المدار على المماثلة، فيجب في الصيد المماثلة، في الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي المعيب معيب، بل لا تجزئ البدن عن شاحت. واضح؟ يعني ما يحلش محل الشاه يحل حاجة اكبر منها، لا لا تجزئ، لازم المثل. قوله فان لم يجدها اي حسا او شرعا، كما اشار اليه الشارع بقولي اصلا او وجدها بزيادة على ثمن مثلها، ومثل عدم وجودها عدم وجود ثمنها واحتياجه اليه وغيبة ماله ونحو ذلك. والعبرة بعدم وجود ذلك في الحرم، يعني بعدم وجود المال بتاعه في الحرم حتى لو كان غني في بلده. العبرة الوقتي هو بيحج، حاله ايه؟ معاه المال ولا معاهوش؟ ولو قدر عليه ببلدي بخلاف كفارة اليمين، لكن كفارة اليمين العبرة بقدرته في اي مكان. كفارة اليمين بخلاف كفارة اليمين، لان الدم يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص بموضع، فممكن يكفر يمين ويطعم في اي مكان. واضح؟ قوله فصيام 10 ايام اي بدل الشاة، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يجدها فليصم 3 ايام في الحج و7 اذا رجع الى اهله، رواه الشيخان. قول 3 في الحج اي في حال الاحرام بالحج، فلا يجوز تقدمها عليه بخلاف الدم اللي هو دم التمتع. احنا قلنا ايه ممكن يقدمه عليه؟ لان الصوم عبادة بدنية، والعبادة البدنية لا يجوز تقدمها على احد سببيها، بل لابد من تأخيرها عن سببيها معا. فتقديم العمرة سبب اول، والاحرام بالحج سبب ثاني. فطالما حيصوم دي عبادة بدنية فيقدمهاش على الاثنين، لازم يبقى بعد توفر السببين. انما الذبح دي عبادة مالية، فيجوز بتوفر احد السببين. والاحرام بالحج سبب ثاني. في الزكاة، الزكاة دي عبادة مالية، يجوز اخراجها اذا بلغ النصاب ولو لم يحول الحول، بتوفر احد سببيها، مش كده برضه؟ لانه عبادة مالية، مش ممكن تطلع في الزكاة مقدما؟ يجوز لانها عبادة مالية. لكن ينفع تصلي مقدما؟ ما ينفعش لانها عبادة بدنية. ينفع تصوم مقدما قبل ما يجي رمضان؟ ما ينفعش لانه عبادة بدنية. فهمت؟ فلازم تتوفر اسباب. والدم عبادة مالية، والعبادة المالية يجوز تقديمها على احد سببيها كالزكاة. واضح؟ ومتى احرم بالحج وجب عليه صومها قبل يوم النحر، فان اخرها عنه عصى، ووجب عليه قضاؤها فورا بعد يوم النحر وايام التشريق، ولا يجوز صومها في ايام التشريق في الجديد. لكن القديم كان يقول له لو ما صمهاش قبل ايام التشريق يصوم ايام التشريق، ده مذهب الشافعي القديم. كويس؟ ولا يجب تقديم الاحرام بزمن يتمكن من صومها فيه قبل يوم النحر، لان تحصيل سبب الوجوب لا يجب. القاعدة كده، تحصيل سبب الوجوب لا يجب، يعني لا يجب علي ان انا احوش عشان يبقى عندي مال يبلغ النصاب اطلع زكاة، مش واجب. مش واجب علي ان انا احوش علشان ابقى مستطيع للحج. لكن لو حوشت وبقى عندي استطاعة يبقى وجب علي الحج، لكن لا يجب علي ان انا احوش. حبيت احوش ان حر، ده مباح، الشرع ما يوجبش عليك. واضح؟ الشرع لا يوجب عليك، انت اللي بتوجب على نفسك، دي مسألة تانية. لكن الشرع اخف ايه عليك من نفسك، لانه لا، لان تحصيل سبب الوجوب لا يجب، تحصيل سبب الوجوب لا يجب. ويندب تتابع الثلاثة، اداء كانت او قضاء،
لما يصوم ثلاثة في الحج يشترط فيها التتابع على مش شرط على سبيل الندب يعني، ويندب تتابع الثلاثة أداء كانت أو قضاء، لأن فيه مبادرة لقضاء الواجب وخروجا من خلاف من أوجبه. نعم إن أحرم بالحج في سادس ذي الحجة لزمه التتابع لضيق الوقت لا لذات التتابع. سهل الكلام واضح. وليس السفر عذرا فيها، لأن صومها يتعين إيقاعه في الحج بالنص، بخلاف رمضان فإن السفر عذر فيه، ممكن يسقط عنه الصوم بالسفر في رمضان، لكن لا يسقط عنه الصوم في الحج إيه بالسفر، لأنه إيه السفر ليس عذرا فيه. قوله تسن قبل يوم عرفة، أي لأنه يسن للحاج فتره، فيسن له أن يحرم بالحج قبل يوم عرفة بزمن يسعها، بأن يحرم قبل السادس ويصومه وتاليه كما ذكره الشارح بقوله فيصوم، يعني يحرم قبل فجر يوم السادس، عشان أول ما يطلع للفجر يبقى متلبس بالحج ومتلبس بالصوم. قول وثامنه ويسمى يوم التروية، لأنهم يتروون فيه الماء، ويسمى أيضا يوم النقلة لانتقالهم فيه من مكة إلى منى. قول وسبعة أيام ويندب فيها التتابع كما يندب في الثلاثة. وقول إذا رجع إلى أهله، أي إن أراد الرجوع إليهم، فقول الشارح فإن أراد الإقامة إلى آخره مقابل هذا المقدر. وقول ووطنه أي محل استيطانه، وهو من عطف المحل على الحال فيه وليس من عطف التفسير خلافا للمحشي. قول ولا يجوز صومها في أثناء الطريق، فلو صامها فيه لم يعتد بها لقوله تعالى، يعني لو صام السبعة أيام في أثناء الطريق لوطنه لا يعتد بها لأنه لسه ما راجعش، لقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم، لأن الصيام عبادة بدنية ولا يجوز فعلها مقدما على إيه على شرطيها. قول فإن أراد الإقامة إلى آخره، قد عرفت أنه مقابل للمقدر الذي سبق، والمراد بالإقامة الاستيطان. إن أراد الإقامة في مكة يبقى يصوم السبعة في مكة، ولو لم يصوم الثلاثة في الحج أي بعذر أو غيره، وقول لزمه صوم العشرة، أما الثلاثة فقضاء وأما السبعة فأداء. قول وفرق بين الثلاثة والسبعة، ما يجيبهمش العشرة حتة واحدة، يصوم الثلاثة وبعدين أي كما في الأداء. وقول بأربعة أيام أي نظير يوم النحر وأيام التشريق. وقول ومدة إمكان السير إلى الوطن، أي على العادة الغالبة، فلو لم يفرق وصام عشرة وعشرة ولاء يعني ورا بعض حصلت الثلاثة ولم يعتد بالسبعة لعدم التفريق. سهلة؟ يعني جاء واحد صام لك العشرة ورا بعض وجاب يسألك كده أنا برئة ذمتي، تقول له لا برئة ذمتك في ثلاثة، واستنى شوية وبعدين ابقى صوم بعد كده السبعة، خدت بالك؟ أيوه. الصوم ثلاثة الواحد تسعة والواحد ثمانية. من لازم تبقى محرم بالحج عشان تصوم، ما ينفعش انت وانت لابس هدومك كده. وقال لك سبعة في ثلاثة في الحج، يعني في أثناء فعل الحج. أيوه. وعلشان كده في الحلقة دي بدل ما يحرم بقى المتمتع يوم ثمانية، يحرم هو فجر ستة، فجر ستة. عشان يصوم ستة محرم، ويصوم سبعة محرم، ويصوم ثمانية محرم. فهمتني ازاي؟ قوله وما ذكره المصنف مبتدأ خبره قوله موافق إلى آخره، وقوله من كون الدم المذكور دم ترتيب أي وتقدير كما مر، وقوله موافق لما في الروضة إلى آخره وهو المعتمد، وقوله لكن الذي في المنهاج إلى آخره ضعيف، وقوله أنه دم ترتيب وتعديل قد عرفت معنى الترتيب. وأما التعديل فهو أن يعدل الدم بالقيمة، يعدل الدم أو يعدل الدم بالقيمة، يعني يشوف قيمة الخروف قد ايه ويخرج بهذه القيمة طعام. هو الوقت بيدفعون احنا حوالي 400 ريال، كان 390 يعني قول 400 ريال، قول 300 ريال، 400 ريال الوقت، يبقى يا 400 ريال يجيب بيه خروف يا 400 ريال يجيب بيه طعام، واخد بالك ازاي؟ ادي معنى قول والثاني الدم الواجب الى اخره، وافراده ثمانية، دم حلق ودم القلم، القلم اللي هو الأظافر يبقى ثلاث أظافر فما زاد، ودم اللبس ودم الدهن ودم التطيب ودم الجماع الثاني ودم الجماع بين التحللين، الجماع الثاني اللي هو بعد الجماع المفسد اللي هو وطئ ثنين اللي قال عليها وطئ ثنين، ودم الجماع الثاني
ودم الجماع بين التحللين سهلة، اللي هو بين الوقوف بعرفة، بين رمي جمرة العقبة الكبرى وبين طواف الإفاضة، ودم المباشرة. نعم، لو جامع بعد المباشرة ما يبقاش عليه دمين، يدخل ده فدية، دخلت فديتهما في فدية الجماع كما مر. يبقى جمر ودخل الشاة في الجمر. لا احنا قلناها كده مرة. ايوه انا فاهم ده الكلام ده، لو كان دم مفسد، الوطء المفسد واخد بالك، انما الوطء اللي مش مفسد شاة. فهمتني؟ الوطء بين التحللين مثلا. ها؟ الوطء بين التحللين بتهيألي فيها جمل. فيها جمل بس لا يفسد. لكن مش مفسد. يبقى هيبقى فيها. هنشوف هنا. يبقى هتدخل في الجمل. تدخل في الجمل. ودم الجماع بين التحللين ودم المباشرة. نعم، لو جامع بعد المباشرة دخلت فديتها في فدية الجماع كما مر. وهذا هو الرابع في كلام ابن المكري، حيث قال في النظم السابق: وخيرا وقدرا في الرابع، إن شئت فاذبح أو فجد بأصوع للشخص نصف، أو فصم ثلاثا تكتثت ما اكتثته اكتفافا في الحلق والقلم ولبس دهن طيب وتقبيل ووطئ ثني، أو بين التحللين ذوي إحرام. أو الوطئ الثاني ده في شاة مش كده برضو؟ او الوطء اللي بين التحللين برضو في شاه، يبقى مش جمل. قوله: بالحلق اي بسببه، والمراد به ازالة الشعر مطلقا ولو بنتف او غيره. نعم، لو ازيل ذلك بقطع جلد او عضو لم يجب شيء، لان ما ازيل تابع غير مقصود بالازالة. يعني لو واحد اتقشطت ايه جلدته وخدت معها شعر، يبقى لا شيء عليه، لانه ده اصلا يعني تابع للجلد، مش مزل بذاته، خدت بالك؟ يبقى ما فيهوش حاجه. وتجب الفديه في موضوع الحلق والحاجات دي ولو ناسيا للاحرام او جاهلا بالحرمه. نعم، لا فديه على مجنون ومغمى عليه وصبي غير مميز ونائم. يعني المجنون والمغمى عليه والصبي غير المميز والنائم دول معاهمش، لكن الناسي والجاهل عليه. الناسي والجاهل عليه، واضح؟ والفرق بين هؤلاء اللي هو المجنون والمغمى عليه والصبي والنائم، الفرق بينهم وبين الناسي والجاهل انهما الجاهل والناسي يعقلان فعلهما فينسبان الى تقصير، بخلاف هؤلاء على ان الجاري على قاعدة الاتلاف وجوبها عليهم ايضا. ولو تأذى بقمل أو نحوه كوسخ فله أن يحلق ويفدي، وكذا تلزم الفدية في كل محرم أبيح للحاجة. يبقى لو فعل المحرم للحاجة لا إثم عليه وتجب الفدية، ولو فعل المحرم بغير حاجة إذا كان ناسيا لا إثم عليه وتجب الفدية، وإذا كان جاهلا لا إثم عليه وتجب الفدية، وإن كان عالما عامدا متعمدا وعالما بالتحريم يأثم وعليه الفدية. واضح؟ إلا ما استثني كلبس السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين المقطوعين لمن لم يجد النعلين، لأن ستر العورة وقاية الرجل عن لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور بهما فخفف فيهما. وإزالة ما نبت من الشعر في العين وتأذى به وما يغطيها من شعر الرأس والحاجبين إذا طال، يعني قصته طالت ونزل على عينه فيقص شوية عشان يعرف يشوف قدامه لأنه متأذي، بحيث يمنع بصره، وقطع المؤذي من ظفر انكسر وتأذى به. كل دي حاجة إيه؟ يستثنى للحاجة، يستثنى للحاجة. واضح؟ يبقى لكن لا يأثم، لا إثم عليه، يعملها ولا إثم عليه. قول: والترفه أي التنعم وعطفه على الحلق من عطف العام على الخاص. وقوله: كالطيب أي التطيب بالطيب. ودخل بالكاف بقية الأفراد كقلم الأظفار من اليد أو الرجل. وقوله: والدهن أي دهن شعر الرأس واللحية
ولو محلوقين يعني حط فازلين وحط زيت وحط بتاع ايه ده برضو يبقى عليه. والحق المحب الطبري بذلك الحاجب والعذار، الحاجب برضو ايه لو قص منه، والعذار اللي هو الشعر النابت على ايه على العظمه دي اللي امام الاذن يسموه العذار، المصريين يسموه السوالف، مش كده المصريين يسموه السوالف، هو ده العذار. والشارب اللي هو الشعر اللي ايه على الشفة العليا، والعنفقة الشعر اللي على الشفة السفلى، كل ده لو قص منه برضو يعني. قول والحلق اما لجميع الرأس او لثلاث شعرات، يعني اقل حاجة ثلاث شعرات فما زاد، فلا يعتبر جميعه بالاجماع ويلزمه في الشعرة الواحدة. طب افرض قص شعرة واحدة او بعضها مد، المد حوالي كيلو الا ربع تقريبا، حوالي كيلو الا ربع مد في مد، وفي الشعرتين او بعضهما مدان، ويكمل الفدية في ثلاث شعرات ويكمل الفدية او يكمل الفدية اللي هي الدم بقى في ثلاث شعرات او بعض كل منها منهما، يعني مش شرط يقطعها من جدرها لو جزء من كل واحد. وهكذا يقال في الاظفار. ومحل لزوم الدم في الثلاث ان اتحد الزمان والمكان عرف، لكن افرض ان دلوقتي شال شعره وبكره شال شعره وبعده شال شعره، يبقى عليه ثلاث امدد. انما امتى يبقى الثلاث شعرات؟ لازم يبقى في ايه اتحدوا في المكان والزمان عرفا، يعني عملوا في قاعده واحده، واضح؟ انما لو عملوا متقطعين، يعني انا قصيت ضفر النهارده دلوقتي وبعد ساعتين رحت قصيت ضفر تاني، بعد ثلاث ساعات قصيت ضفر تالت، يبقى ما اسميش قصيت ثلاث اصفار، لكن علي اطعام ثلاثه امدد، واضح؟ ومحل لزوم الدم في الثلاث ان اتحد الزمان والمكان عرفا، والا ففي كل شعره او ظفره او بعض احدهما مد، ولو ازال شعره واحده في ثلاث دفعات، شعره واحده في ثلاث دفعات، فان اتحد الزمان والمكان عرفا وجب مد واحد، وان اختلف احدهما فثلاثه امدد. يعني شعره واحده طويله قصيت حته منها كويس، وبعد شويه قصيت حته منها، وبعد شويه قصيت حته منها، في نفس الوقت يبقى عليا هنا بقت ايه بقت مد، بقت شعره واحده، لا بقت ثلاث شعرات، بقت ثلاث شعرات طالما في قاعده واحده، مع ان هي شعره واحده بس انا قصيتها على ثلاث دفعات في قاعده واحده في زمان واحد اتحد، يبقى الثلاثة. لكن لو اختلفت في شعرة واحدة مش مشكلة. وهو اي هذا الدم، يعني الدم الواجب بالحلق والترفه بافراده الثمانية، وقوله على التخير اي والتقدير، فيجب تفريع على قوله وهو على التخير، وقوله اما شاء او ما يقوم مقامه. السلام عليكم. احسن حل كده، احسن حل. اما شاء او ما يقوم مقام من سبع بدن او سبع بقرة، وقوله او صوم ثلاثة ايام اي حيث شاء. هنا بقى الثلاث ايام اللي هيصومهم هنا في النوع الثاني ده اللي هو احنا قلنا ده ترتيب وتقدير، التقدير هنا ثلاث ايام، الثلاث ايام يصوموا في اي حتة مش شرط في الحج، ومش شرط يبقوا متتاليين، واخد بالك؟ براحته اي حيث شاء ولو متفرقه. وقوله او التصدق بثلاثه اصع بمد الهمزه وضم المهمله جمع صاع، واصله اصوع اصوع اصله اصوع 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 بالواو ابدلت همزه اصوع فقيل اصوع 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 بالهمزه، ونقلنا ضمة الهمزة على الصاد فقيل أصوع ثم قدمت الهمزة على الصاد
بقت ايه؟ أصع، ثم قلبت الهمزة ألفا فقال أصع، يعني عاد اشتغل فيه أربع مراحل. ده يسموه الصرف. ما هو في نحو صرف، الصرف يكلمك على بناء الكلمة، والنحو يكلمك على آخر الكلمة، حركة آخر الكلمة، ده النحو. إنما الصرف يكلمك على الكلمة أصلا. يبقى أصلها فقيل إيه؟ فقيل أصوع، أصوع، كويس؟ هي أصله أصوع، أصوع، دي أولها كده، أصوع. جبنا في الواو بدلناها همزة، قلنا أصوع، كويس؟ وبعدين رحنا ناقلين ضمة الهمزة على الصاد، بقت أصو أصو أوع. وجبنا الهمزة دي حطيناها في الأول أصوع، وبعدين سهلنا أحدهما فبقت أصوع. واضح؟ عمل فيها أربع شغل، قعد إيه يعني يعمل فيها محارة، ويدقدق هنا ويردف هنا ويعمل هنا لحد ما بقت شكلها حلو تعرف تنطقها، وإلا كان هيبقى نطقها صعب. فهمتني ازاي؟ يعني قاعد يعمل لها شويه ديكور كده عشان تبقى مستساغه، تعرف تقولها من غير ما تتآية وانت بتقولها، والا ممكن تتآية وتشرق وتبقى مشكله. ازم يعني تسهيلا للنطق، يعني زي المياه اصلها ايه؟ ماوها، ماوها، اللي هو بقى مياه، مش كده برضو؟ قوله على ستة مساكين أراد بهم ما يشمل الفقراء، على القاعدة المشهورة من أن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني ما فيش فرق بينهم. أما يقول فقير يبقى يدخل مع المسكين، لو قال مسكين يدخل مع الفقير، لكن قال فقير ومسكين يبقى في فرق، الفقير اللي هو المعدم، والمسكين اللي عنده ما لا يكفيه. واضح؟ يعني المسكين على الحديدة، والفقير الحديدة باعها. واضح؟ بلغة المصريين العامية يقول لك فلان على الحديدة، او عنده حديدة يقدر يبيع برضه، يبقى ده مسكين. طب اللي باع الحديدة حتى يبقى ده فقير بقى، سموه معدم. خدت بالك؟ كان الشيخ اسماعيل صلي العدو يقول لك الفقير مش لاقي اللضة، لكن المسكين لاقي اللضة. ايه هو اللضة؟ قال لك اثر النعمة، يعني يحط ايده في جيبه يلاقي حتة فتلة فيها حتة حلاوة كان حاططها من شهر، يوم يمص الفتلة كده، هو ده اسم اللضة. هو ده كان كلام الشيخ اسماعيل صادق العدوي رحمه الله. يبقى ايه؟ لو قلنا مسكين وسكتنا يدخل معاه الفقير، لو قلنا فقير وسكتنا يدخل معاه المسكين، لو قلنا الفقير والمسكين يبقى في فرق. انما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه، خدت بالك؟ اما قال لك هنا ستة مساكين اراد بهم ايه؟ الفقير معاهم. وحينئذ فلا حاجة لقول الشارح أو فقراء، بل هو مستدرك، ولعله أتى به لئلا يتوهم أن المراد خصوص المساكين فتخرج الفقراء. قوله لكل واحد من النصف صاع، احنا قلنا نصف الصاع حوالي كيلو وربع، لأن الصاع 2.5 كيلو، وتيسيرا عن الناس 1.5 كيلو وخلاص. فلا يجوز نقص المسكين عنه، وليس في الكفارات ما يزاد المسكين فيه على مد إلا هذه. ودي تنفع فزورة، تنفع فزورة. ايه هي؟ متى يأخذ المسكين ايه اكثر من مد في الفقه الاسلامي في الكفارة؟ تقول له على طول في الدماء اللي ايه؟ اللي هي بفعل محظور للإحرام. في الدماء بفعل محظور المسكين بياخد نصف صاع. وقوله من طعام يجزئ في الفطرة، فالمراد بالطعام في هذا الباب ما يجزئ في الفطرة، اللي هو صدقة الفطر يعني، اللي هو ما يقتات ويدخر. قوله والثالث إدام الواجب إلى آخره. سكت المصنف، سكت المصنف عن حكمه، وهو دم ترتيب وتعديل كدم الجماع المفسد الآتي. ولذا قال ابن المقري في النظم السابق، نقف على الدم الثالث مش كده؟ خلينا هم أربع دماء، ناخد النهارده 2 والمرة الجاية ناخد 2. يبقى المرة الجاية ناخد 2، بس مش عارف هنلحق نخلص احنا ونصيبنا بقى، عشان احنا مش عايزين نزود عليكم لحسن ايه. اما كنا خلصنا ده عشان نفهم المره الجايه 9:30 عشان تلحقوا تروحوا. ها؟ المره الجايه، المره الجايه.
اصل انا كمان تعبت بيني وبينك، انا بتحجج بيك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. سهل خلاص، يبقى احنا خدنا دمين النهارده، دم بترك ايه نسك، واحنا قلنا فيه ان هو يبقى دم ترتيب وتقدير، ودم اللي بترك النسك زي ترك المبيت، ترك الرمي، ترك الرمي برضو على فكره لو ترك الرمي كله، انما ترك حجر واحد رميه واحده او ترك جمره واحده في السبعه، يبقى ايه هيبقى ما عليهوش ايه يعني هيبقى عليه مد على كل رميه او شيء من هذا. اجتمع الثلاثه ثلاثه يبقى شيء زي الشعر، زي الشعر. وبرضو ايام منا لازم ايه يومين او ثلاثه في المبيت، لو بات يوم وما باتش يوم يبقى هيبقى عليه برضو ايه مد، لكن لو اجتمع يبقى عليه زي الثلاث شعرات. ايوه القارن عليه ما القارن والمتمتع، ما احنا قلنا القارن عليه هدي عشان استريح من سعي، فطالما استريح يطعم المساكين بقى عشان ايه احسن كما احسن الله اليك، مش كده برضو؟ والمتمتع ربنا ريحه وخلاه يحرم من باب بيته في مكة ما يتكلفش، يبقى يدفع بقى ويأكل المساكين يطلع الحلاوة، فين بقى الحكاية كده. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.